السلام عليكم كبيدات، كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم. اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله تتوحشتكم والله العظيم. ما عرفتش شنو البنات، نعاود لكم شنو طرا ليا. اقصر سيمانه في حياتي كامله هي هذه. انا عند بالي شي يومين ما صورت لكمش، حتى كتقول لي نعمه راه سيمانه ما حطيتي لا ستوري لا والو. سيمانه من السبت اللي فات اليوم السبت. انا نقول لكم شنو طرا ليا الحد اللي فات. عادي كنت مريضه البنات بصح ما زيتش الراس. خديت رونديفو 2 في الصباح، خديت رونديفو اورجونس، مشيت عند الطبيبه عاودت ليها قلت لها فالاج مي سون با بيان، راه نهار كنولي مزيانه نهار كنمرض. بصح البنات عرفتي مني رجعت من المغرب هذه المره، اقسم بالله نهار كنكون مزيانه راه تلاحظوها. تلاحظوا غير السيمانه اللي فاتت كنت نهار كنصور لكم نهار ما كنصورش. المهم صافي كتبات لي الدواء، قالت لي انت تاخذي واحد الدواء، وقلت لها راني مورالمون جو مي سون با بيان، راه مره هكا مره هكا. قالت لي هذا راه زعما بحال كيستابيليزيك ولا شي حاجه بحال هكا، المهم بحال كتكوني مزيانه اكسيتيرا. البنات قلت لكم كبيدات خديت داك الدواء، اول مره في حياتي البنات كنعس 24 ساعه متتاليه. ما عمرها ما طرات لي في حياتي 24 ساعه. عرفتي ملي كنفيق كنلقاه الليل انا شبعانه نعاس فيا الموت ديال الجوع. قالت لي كتاخديه كل نهار اوكي قبل قبل الوجبه ديالك. عاود تخديته وكليت نعست، ما عرفتش امتى عاود فقت. كي كنفيق كنلقى الظلام، كنعاود نعس كنلقى الليل. المهم البنات اقسم بالله الا عند بالي شي يومين ما صورتش. هاد السيمانه تقدروا تقولوا غير زايده في حياتي وصافي، غير زايده غير مخربقه تخربقه زربيقه. المهم واحد الدواء تخربقه زربيقه عيطت عليها، قالت لي نو يفو با تقطعيه. قالت لي بصي نورمال لي في ديالو هكا الايام الاولى. قالت لي ما خصكش تعاودي ترجعي لعندي ونعاودو نديرو تحليله ونشوف واش نعطيه لك ولا ما عاودش نعطيه لك. فوالا كبيده ديالاتي عشت السيمانه هادي ما شفتونيش، راه انا ما شفتش راسي والله. جيت دابا كنشوف المرايه البنات كنلقى شويه كيبان لي وجهي مبدله في شي حاجه. عرفتي ديك الفتره اللي ما كتحملش وجهك وهي اللي عندي انا دابا، كنقول شي حاجه في وجهي ماشي تالي. وانا البنات هاد الجو ديال البرد شنو كيدير لي وجهي كيبدا يتقشر. المهم سينو صافا الحمد لله. كي دايرين نتوما؟ صافا لاباس عليكم، ان شاء الله يا ربي تكونوا مزيانين. صب عندنا الثلج يومين، عرفتيني كنفيق كنلقى واحد النهار الدنيا بيضاء. المهم هاد السيمانه مخربقه ديال بصحه كبيدات ديالي. توحشتكم والله توحشتكم بزاف 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 بزاف. شوفوا البرد يدي حمارو الحاجه. عاوتاني كبيدات شوفوا قلت لكم عندنا الثلج. عبالكم شويه وجهيه ديالي غلاض، جي بري كيلكو كيلو كبيده ديال كيما قلت لكم هاد السيمانه، غير النعاس والماكله، غير النعاس والماكله. اوكي الله يخلف على ايما بودي شويه بالكم، عاوتاني وليت كيسكوليت راه بحال هكا انا وكمراكم راه هكا. المهم فريمون غادي ان شاء الله غادي نبان لكم بعافيت، باسكو دابا غادي نولي ناخذ ايما بودي بالمعقول بالمعقول ان شاء الله يا ربي. عبالكم جي بري ان شي بو دو ابري كيجي معايا شويه وجهي غليظ انا حيت عندي الحروف كبارين ديما كنقولها لكم. ملي كنضعف فمي كيولي يبان كبير كبير كتعجبني ملي في كيولي يبان كبير. انا صراحه نويف عندي وعدك بون عوينات مزيان يبانو كبارين، واخا ما عنديش عينين كبارين. وانا ملي كتعجبني كنضعف كتبان عندي هادي. دابا تبان لكم شويه عامرات باسكو سي فري جي بري كيلكو كيلو. حتى اليديدات ديالي كيغلاضو البنات فراسكم. شوفوا كوبيدات ديالي البروغرام ديال اليوم، انا نوض صراحه في الصباح قضيت شويه ديال الاغراض كانوا عندي ومشيت انا ورده شرينا كادو ورجعنا. هيا نعمه كتوجد ورده حيت ورده معروضه لانيفيرسير صاحبتها، غادي نمشي نديها ومن بعد ندوز نتلاقى انا وخويا حمزه نمشيو نشربوا قهيوه وغادي نقضي واحد الغرض انا وياه وها نتوما معايا ان شاء الله نبارطاجي معكم بزاف د الحاجات الزوينين. خليكم معايا توحشتكم كوبيدات. انا متاكده وعقله على الهضره اللي كنقول لكم ان نعمه اختي غتولي هذاك اللي داك اللي كيديروا الماكياج لي ستار وكيلبسوهم، باسكو ما يمكنش في مده نص ساعه كيفاش وجدات ورده لبساتها كدات لها الشعر راه الطريقه. انا نوري لكم نعمه والله الا انت تولي تكوني مع دوك لي ستار كتلبسيهم والميكاب وداكشي ما عرفتش شنو كيسمي هذيك الخدمه ميكاب ارتست مي اون ميم طون في اللبس مي فريمون واعره حتى الشعر اون فيت كدير كلشي. انوريلكم ورده تشوفوا ما شاء الله ميم بان ساعه صوبات لها الشعير كيحمق. ورده دوري حبيبه ديالي واو تي ترو بيل بلاتي. وقفي مقاده وقفي مقاده شوفوا كبده ديالي لبسات اون فيت التيم ديال هذا شنو سميتها مير كريتيان دانس. وديري وريني كيفاش كتشطح تان 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 تان
جيم بيان والله. غير لي كون مانيفيك حبيبه ديالي، غادي نلبسو شي حاجه ضروري. وانز دين 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 نعمه تبارك الله عليك والله. بس انت شنو تكون في السلاي واو شنو كوفوز قلتي النعمه. ميرسي بوكو ميرسي. كبيدات توحشت طوموبيلتي دابا تقريبا شي جوج ديال السيمانات وهي ما كايناش حتى ما بعد نقول لكم فين داوها. ودابا عندي غير واحد ساتخوين زوينه هي مانويل، وانا البنات ولفت السوقان بالاوتوماتيك اوغوزمون الحمد لله كنعرف نسوقهم بجوج. انا غير دابا عامه البنات وانا مولفه الاوتوماتيك، دوكو دابا هذه المانويل شي جوج سيمانات وهي عندي. والله ما كنبغي نخرج من غير الا كنت كنضطر نخرج، على باش كنخرج بيها باسكو كتجيني ثقيله. ما عليناش نبان لكم لابسه مونطو حيت اش كاين واحد البرد البنات برا فريغو. شتي ملي كتحلي الفريغو داك الفريغو الكبير اللي كيكون عندنا في الدار فريغو وكثر. شوفوا شي بغا ندور لكم كاميرا باش تشوفوا جا البنات ما يبان لكمش مزيان. شفتوا دابا صب الثلج البنات وبدا كيذوب وعتي صافي كنفد بحال شي فريغو برا واحد البرد ما يمكنش خيالي. ومهم وصلت وريضه لانيفيرسير ودابا جيت قلت لكم كبيده جيت عند حمزه. ها هو جانيت. هاي السلام عليكم. وعليكم السلام. فين غبرتي صاحبي علينا على ستوريات؟ واه ديك دير ستوريات صاحبي فين راه شي غبرتي ما تفينا صاحبي. ها هو سي حمزه. قلتها لهم اخوتي فين نمشيو دابا؟ دابا غادي نمشيو نقضي واحد الغرض. نمشيو نهزو نعمه هي كانت كتوجد ورده وموجدات راسها فحال. نمشيو نهزو نعمه ونمشيو كبيدات ديالي لواحد الكافيه نقضي واحد الغرض واحد الحاجه زوينه ان شاء الله. من عندهم دابا مربع مع من؟ عند حلق. كتوجد كنوجد ماشي مفكر تعبو. المهم كبيدات ديالي شنو بغيت نقول لكم؟ ورده ما انا ما شفت فرحانه كما فرحانه نو سي شفتها في لانيفيرسير ديالها مي دابا عرفتي كانت فرحانه اول مره غتعرض الانيفيرسير. شتي كيفاش وجدت انا واعره جات زوينه بزاف وفرحانه. الكبيدات ديالي دابا اليوم خصكم تعرفوا باللي وصلتني واحد الابيل فيها واحد الخبر ديال الخير. قالت لي نعمه شوفوا مزيان نعمه مزيان ان شاء الله مزيان. قالوا لي خصك دير لنا زرده خصك تاخذي لنا كاطو ياك حمزه. ضروري نخدم كاطو. الكبيدات ديالي جينا القهوه ديالنا المفضله انا خديت هذا الكاطو. انا بغيت حلو كاطو وقهيوه. حمزه خدا فوغاس فوغاس سميتها فوغاس هادي ب 4 فرماج. نعمه حتى هي خدات بحالو. فوالا كبيدات ديالي واحد القهيوه زوينه البنات ديما تنشكرها عليكم فتحوها حدا الدار ديالي يعني ما بقيناش كاع كناكلو في الدار كنجيو ديريكت لهنا. كبيدات ديالي توحشتكم شحال ما جمعناش. قلت غادي ندير البنات اسئله واجوبه خليتو لي بزاف ديال الاسئله الزوينين دوكو غادي نجاوبكم عليهم ان شاء الله كاملين صافيو. البنات بغيت نقول لكم واحد الحاجه مهمه جدا مهمه جدا تزوم معايا ستوري الماجيه ميحلو معايا العقيل عافاكم صافيو. الوغ كبيدات كيف ما كتعرفوا كل عام بالضبط في شهر 11 كيكون البلاك فرايدي يعني لي مارك كاملين العالم كامل كيديروا دي برومو ولا في الخيال. دي برومو اللي ما كيتعاودوش يدارو كيداروا مره واحده في العام مره واحده في العام لدرجه كاينين الناس الطوك ديالهم ولا لي زاشا ديالهم كيديروهم في هذا الشهر هذا يعني في البلاك فرايدي. الوغ اللي قال بلاك فرايدي قال برومو في ايما بودي ولكن برومو ماشي عاديه برومو غدار مره واحده ولي اولي مره. البنات البرومو اللي انا في العقل ديالي ديال الحماق ديال الهبل ولكن غنخليكم نتوما تقولوا لي شنو لا برومو اللي بغيتو ندير لكم بعدا تقترحوا عليا شي حاجه اخرى. لذلك غادي نخلي لكم هنايا واحد هاد لابواط هادي خليوا لي فيها لا برومو اللي بغيتو وانا غنشوف الا بانت لي شي عرض بزاف ديال البنات طلبوه غادي ندير لكم الخاطر. وغادي غدا ان شاء الله مع الربعة ديال العشيه 16 بيلا البنات غتلونزا لكم لا برومو البنات برومو ديال الهبال. وخصكم تعرفوا باللي لاول مره لا مارك ايما بودي غادي دير البلاك فرايدي غادي دير لا برومو ديال البلاك فرايدي باسكو العام اللي فات البنات كنا غير بتيغ دو ستوك ما كانش البرودوي داكشي علاش ما قدرتش انني ندير برومو. مي هاد العام هذاك البيدات ديالي غنقدروا ان شاء الله باذن الله. فالبنات اللي بغاو يديروا ستوك ديالهم البنات اللي بغاو يتقداو البنات اللي غيجربوا اول مره ان شاء الله يا ربي ايما بودي البنات غدا فرصه من ذهب غدا ان شاء الله يا ربي غادي نعلن لكم على لا برومو و
فوالا قبيله ديالكم تتقدروا ديروا ان شاء الله يا ربي لي زاشا ديالكم غتكون برومو على لو فونتر بلا واخا البرودوي جديد وعلى لو بغولور دو غريس ان شاء الله دوك الناس اللي كيدوزوا لي كوموند الناس اللي بغاو يدوزوا كوموند ديالهم صبروا قبيله ديال غدا ان شاء الله ونعطيكم العرض اللي غادي ندير لكم من البنات ولا في الخيال ونعاود نقول عليكم العرض اللي غادي ندير لكم ان شاء الله ما عمركم سمعتوا به كبيدات يلا اجيو دابا غادي نجاوبكم على لي كيسيون ديالكم دابا هاد الدوريه تقدر تبقى تقدر تمسح انا غنعترف لكم بواحد واحد الحاجه ناريه شوفوا وليت حمراء بعد من اكثر الاسئله اللي كيجيوني دائما فاش كنقول لكم زعما سولوني هادو وما البنات قالت لي واش ما عندك حتى بيرسون في حياتك بغينا نشوفوك عروسه اوكي جو تيمو سي كنبغيكم بزاف كبيده ديالي شوفوا دابا هو في حياتي انا ما عندي حتى شي واحد البنات حتى شي واحد ما كنهضر مع حتى شي واحد ما ولكن انت واحد الشخص كيعجبني مفاعيب ما فات شي حاجه الشخص هذا كيشوف ستوريات ديالي حتى انا كنشوف ستوريات ديالو ياكم واحد الانسان زويوان بعقلو نتوما ما كتعرفوش باسكو ما عمري ما صورت معاه كبيدات ديالي جامي زعما عمري ما تلاقيت معاه ولا شي حاجه كبيدات ماشي ما كتعرفوهش هو شخص معروف ياكم مشهور تقدروا تكونوا كتعرفوه غير مستحيل تربطوا شي معاه شي مستحيل اوكي هذه حاجه الاولى حاجه ثاني ما عمري ما تلاقيت معاه ما عمري ما تصورت معاه ما عمري ما كان هضرنا مره البنات دابا خصكم تعرفوا واحد الحاجه لا والله نهضر بعقلي لا والله حيت كنحس اول مره كنعترف لكم بالاحساس ديالي داكشي علاش خصكم تديو عليا المهم غنقول لكم صراحه البنات دابا انا واحد الانسانه اللي ماشي الذوق ديالي صعيب لا قليل باش يقدر يعجبني شي واحد زعما غير نشوفو هكا في زعما غير نشوفو هكا في انستغرام ولا شي حاجه ولا غير نهضر معاه هكا في انستغرام ويعجبني سبحان الله العظيم البنات اقسم بالله الى هذا الشخص هذا جو سي با مي هضرت عرفت شي حاجه جو سي با المهم ناري طولت في الموضوع البنات والله عجبني عجبني الموضوع انا كنضحك معكم انا نسد لكم الموضوع المهم اللي بغيت نشرح لكم زعما كاينه هو انا دابا تقريبا شي 3 سنين باش طلقت من 2022 في 24 ما عمر ما جاني الاعجاب زعما كاينه شي واحد عجبني ارتحيت لي وبان لي زعما الشخص المناسب نفس الشيء اللي كنقول لكم راه كيدور في راسي اما الشخص الاخر راه ما فراسوش كاع هاد الهضره ما فراسو والو هضرنا شي 4 5 د المرات وقيلا 6 د المرات وبالادب خويا اختي علاش كنت سامع ديك اختي المهم قلت حمراء المهم قلت لكم قبيله ديالي بزاف اللي بغيت نوصل لكم ولا الحماريت هو انه ما عمر ما عجبني شي واحد من لي ريزو سوسيو ولا زعما نشوفو من بعيد مي هاد المره سي تي لوكا وماشي غير جاو عجبني فريمون درياف مرزان متبات تشوفوه تقول لي هذا ديال كشاي ما مي اعجب من طرف واحد ابغى قبيله ديالي ما نعرف نقدر نكون كنعجبو حتى انا اجي نقول لك شوفي ستوريات ديالي بلاتي نكمل لكم ابخي البنات قلت لكم نقدر نكون كنعجبو نقدر نكون كنعجبو ويقدر كان دابا كيتفرج فيا ومعرفتش والله البنات الا بصح هاد الهضره انا ما كنكذبش الا بصح هاد الستوريات راه هي كوبيدات زوينه هاد الفلتر